في السياسة الأمريكية، والسياسة الأمريكية منذ زمن طويل، عقود طويلة مرت، وهي تتعامل مع الملف اليمني كملف جانبي، يعني لا تعتبر اليمن قضية، تعتبره ملف جانبي، سواء في العلاقات اليمنية السعودية أو سواء في النقاشات الأمريكية الإيرانية في موضوع النووي. اليمن هو ملف، نحن من خلال المركز نريد أن نرقى بالملف إلى قضية ويصبح مسار تواصل مباشر.